مرحبا. أهلين ماما، ليش تأخرتي؟ غالي كان عنده شغل وميس ما حبيت تقعد لحاله. والله حاسة إنه ميس ما كتير مرتاح. هي حكت لك؟ لا ما حكت لي، بس أنا هيك حسيت. إيه لا غلطانة، كتير أمورها كتير منيحة، ليش لحتى ما تكون مبسوطة؟ إن شاء الله بتكون مبسوطة، بس أنا هيك حسيت. إيه عريتك تحسي فيني مثلها. بلشنا؟ عن جد عم بحكي، حسي فيي مثل لو ساعديني. لا رح حس ولا رح ساعدك لحتى انتي تحسي فينا. الله يصبرك يا روح. اهلين سامر، منيح شفتك هلا هون. احسن خير. اسمعني منيح، ولا اختي سوسن بتقيمها من راسك نهائيا، واذا بسمع مره ثانيه انك حاولت تشوفها او تحاكيها لا تلوم الا حالك. سامر انت شاب قبضاي وانا بحبك، خلينا نحكي على رواق. انا اللي عندي حكيته وما عاد بهمني اسمع منك اي شيء. يا سامر انت هيك كثير عم تظلمني. ان شاء الله تنفلق تموت، ما بهمني. يا سامر نحن جيران وانا بهمني نتصافى. معناتها لسه ما فهمتني منيح. نصيحتي إلك لا تغامر بحياتك، أنا ما بحب ألعب ولا أنا بلعب. عم تهددني؟ أنا ما عم هددك يا سامر، بس خلينا نمشي مرة تانية منشوف بعض وبنحكي على رواق أكثر من هيك. ما بنصحك، لأني إذا اضطريت حاكيك مرة تانية رح حاكيك بهاد. حرام عليك يا غالي، ليش هيك صاويت بحالك انت وميس؟ كنتوا احلى عرسان. اليوم شفتوا لقى الحيوان بالطريق؟ زليته زل، بحياته ما حدا نزله. العمى بعيونه شنده له جبان، تمنيته يدافع عن حاله بكلمة، بس ما في فايدة. مثله مثل بقية عيلته، قليلين كرامة. شبك؟ ليش ما رديتي؟ والله ما عندي شي احكي ابدا. بسيطة، رح يجي يوم بتحكي لي كل شي. شو؟ تحكي لي كل شيء. الو كيفك معي؟ اهلين حبيبي. فيقتك شيء؟ لا. معقول ينام أنا قبل ما أسمع صوتك؟ حكي لي شو صاير بينك وبين سامر؟ ولا شي. كيف ولا شي؟ قال لي إنه ضايقك كتير. اختي من حقه هو هيك يفكر، بس المهم أنا ما تضايقت منه. بس أنا خايفة كل ماله يزيدك. طمني حبيبتي، شو ما صار وشو ما عمل لا هو ولا ألف واحد مثله قادر يفرقنا. إيه؟ على فكرة شفتك مبارح بمنامي عم تتعرف على بنت تانية وقاعد عم تتغزل فيها قدامي. والله حلوة، طمنيني. اضرب ما اغلظني انا. بعيد الشر ليك عم تحكي؟ يا بدي اطمن على مستقبلي. ايه روح اطمن، يلا باي. شبك شبك عم امزح، هدي شوي. وانا ما بحب هالمزح. حاضر مولاتي، بحياتي ما عاد امزح. ايه ولا عاد حتى اجي على مناماتك وغزل بنات هنيك. المهم انتي ترضي.